تعرض الممثل ياسين صواب للاعتداء الخطير بمدينة الدار البيضاء من طرف بعض المجهولين الذين اعترضوا طريقه من أجل السرقة. وأكد إدريس صواب شقيق الممثل ياسين أن هذا الأخير تعرض لاعتداء شنيع بمنطقة الألفة بالدار البيضاء أثناء خروجه من المعهد الذي يدرس فيه، مشيرا في منشور تقاسمه مع متابعيه على الانستغرام إلى أنه تعرض للضرب بالأيادي والأرجل من طرف 3 أشخاص بدون أي سبب بهدف السرقة. وأوضح المتحدث ذاته أن ياسين صواب يشتكي من إصابة خطيرة تسببت في فقدان وعيه وغيبوبة دامت 15 دقيقة جراء الضرب القوي الذي تعرض له بسبب ارتطام رأسه بالأرض بشدة، وتابع الفعل العدواني تسبب له في جروح على مستوى الوجه.